ماجستير مصري من مصر منصف حملة الماجستير والدكتوراه. وقفتنا النهاردة بعد وعود المسؤولين المتتالية لينا ومفيش أي وعد منهم بيتنفذ. النهاردة الوقفة 37 لينا، بقالنا أكتر من 200 يوم في الشارع، بقالنا أكتر من 7-8 شهور في الشارع، مفيش أي مسؤول بيستجاب لينا. طلباتنا بسيطة، طلباتنا التعيين في الجهاز الإداري في الدولة أسوأ بالدفعات السابقة. ما طلبناش منح، ما طلبناش سفر بره، ما طلبناش كورس سكاشن، ما طلبناش محاضرات، ما طلبناش دكتوراه على حسابهم. طلباتنا اللي احنا نتعين زينا زي غيرنا. قانون الجامعات بينص ان العبره بسنه الاعتماد، دفعه 2014 اعتماد سنه 2015 تم تعيينها، يعني المفروض اللي احنا نتعين بيسوى بنص دفعتنا الاولانيه اللي هو 2014 اعتماد 2015. النهارده جايين لرئيس البرلمان بعد ما وعدنا من يوم 28/2 قال لنا المشكله هتتحل في خلال اسبوع، عدى لغايه دلوقتي اكتر من 20 يوم ما تمش حل المشكله. عايزين نعرف هل السلطه البرلمانيه ليها سلطه رقابيه على الحكومه، ولا الحكومه هي اللي بتحكم البلد والبرلمان ملوش اي قيمه؟ احنا جايين النهارده للدكتور علي عبد العال نطلب منه التعيين اسوا بالدفعات السابقه، مش هنمشي من هنا غير لما يطلع لنا اي مسؤول يدينا وعده ويدينا يوم محدد بالتعيين، غير كده ما احناش ماشيين. احنا وظيفتنا مشرفه، لان احنا اصلا نشرف احد. انا بقول بكره احنا جايين نقف، مش هخبي وشي تاني، انا مش هخبي وشي تاني. ها وهعمل صداع، اخلص منه، انا مش ورم خبيث بس اعمل لك صداع. خلصت واديني القرار. انا بقى لي 8 اشهر في الشارع وهنزل، وقبل ما انزل اقول انا نازل عشان انا مش صغير، علشان اقدر اطلع من تحت الارض اقف قدام اي مكان. افضل ننزل يا سياده الرئيس لحد ما تبطل كلمه شباب من الخطابات خالص. احنا تعبانين ومقهورين، احنا بقى لنا 8 شهور مش قادرين. 8 شهور الناس دي كلها بتشحن ليه؟ علشان القانون اتلكن كل المسؤولين. السيد الوزير اشرف العربي، السيده فوزيه حنف القائم بتنظيم الاداره، القائم بعمل تنظيم الاداره، السيد ممدوح اسماعيل المستشار في وزاره التخطيط، كل المسؤولين، السيد السفير اسمه ده الجويش حسام الجويش طلع في الاعلام وقال كده قانون الخدمه المدنيه صدر دلوقتي يا سياده الرئيس. قانون الخدمه المدنيه تم الغائه من المجلس ده، مجلس النواب، مجلسنا، مجلس الشعب، مصدر السلطات. يا سياده الرئيس احنا عاوزين القانون، يا رئيس احنا عاوزين نقابلك. الناس دي كلها غلابه ما معهاش واسطه عشان تتعين، لو معاها واسطه ما كانتش خدت درجه الماجستير او اصلا تعبت وتعلمت. هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ قلبي يقول دولة قانون، قلبي يقول دولة قانون، الوزير خلف الدستور، الوزير خلف الدستور، قلبي يقول دولة قانون، قلبي يقول دولة قانون، الوزير خلف الدستور، الوزير خلف الدستور. يا بلدنا يا تكية يا وسية يا وسية، ماجستيرك عوض ليا، ماجستيرك عوض ليا.